صغير وحي أحسن من كبير وميت. هذه الحالة واحد المراجع اللي دوزنا له واتساب يعني من أوروبا هو، واللي عنده واحد المشكل كبير. أول ما سولته قلت له شحال في عمرك، قال لي في عمري تقريبا في عمره 55 عام. إذا 50، قلت له مجوج؟ قال لي لا. عندك شي ولاد؟ طبعا ما عندوش. إذا بالنسبة الراجل اللي في عمره 55 عام ومازال ما تجوش، مشكل. أشنو هو طبيعة المشكل اللي خلى هذا الراجل هذا ما يتجوش؟ قلت له واش عندك شي مرض؟ قال لي ما عندي لا مرض لا طونسيون لا سكر لا حتى شي حاجة الحمد لله. تلعب رياضة، تناكل، تنشرب، خدام، ما عندي مشكل من الناحية المادية ولا حتى شي حاجة. المشكل اللي عنده تقريبا هذه واحد يعني 30 عام. باش وقع له داك المشكل كان ما عليه ما بيه حتى فشلو الدكار ديالو. من تما هو اللور اللور قال لي انا كنت بحال السبع، كنت يعني بحال السبع وكنت بحال الغول، نشوف غير الوحده هي بعيني تنتصب الدكار ديالي. وإلا كانت عندك شي علاقه يعني مع شي وحده يقدر قال لك هي يساعد المكانه تبارك الله عليه يدير 4 د العلاقات حتى 5 ديال العلاقات. يعني كان سميتو قلت له زعما، قال لي انا ما فهمتش شنو وقع لي، كيفاش كنت قوي من داك الدرجه ووليت ضعيف لهاد الدرجه. قال لي انا كنت واحد الانسان اللي يعني قوي 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 جدا ودابا وليت تقريبا ميت. طبعا سولنا زعما يعني واش عنده شي مرض ولا شي حاجه، قال لي لا. علاش حنا قلنا صغير وحي احسن من كبير وميت؟ وطبعا قلت له دابا الذكر ديالك شحال فيه من سنتيم؟ قال لي يمكن 17 18. وفي اخر طبعا يعني خلال الفحص دائما تنقلب الرجال عن طريق الفيديو كاميرا واتساب، ومني قلبته يعني في الكاميرا في الواتساب هو تقريبا عنده 15 سنتيم، يعني والذكر ديالو يعني ناعس ماشي منتصب، يعني الا انتصب على الاقل راه يكون عنده 20 سنتيم في الذكر ديالو اقل شيء. انا قلت له هذا الذكر اللي عندك ماشي ذكر بنادم، انا عندك الذكر ديال العود تبارك الله. قال لي واش غندير بيه انا؟ قاع هو مجرود. قال لي انا كنفضل غير يكون صغير وواقف بحالو بحال الناس حسن ما يكون كبير بحال هكا ومدلي وهي جلدة يعني ما عندي ما ندير بها. قال لي علي ترى هاد القضية انا ما تجوجش، ماشي زعما ما باغيش نجوج، انا باغي نجوج وتنموت على الزواج وباغي ندير الولاد، ولكن يعني الفردي موجود والقرطاس ما موجودش، المكحلة موجودة ولكن خاوية ما كاينش باش تضرب. هو واحد الناحية عنده الصح، ولكن كاين واحد القضية ان بزاف درجة دائما تيكونوا معقدين. انا عندي ذكر يعني صغير وكذا. يلا دوزنا الواحد عاوتاني تا هو يعني اظن من اوروبا في الواتساب، واللي قال لي اول ما قال لي انا معقد حاجة. قلت له شنو هي؟ قال لي الذكر ديالي صغير. وسبحان الله راه يجي من بعده هذا الفحص هذا ديال السيد اللي الذكر كبير، ذكر بحال العود على الاقل فيه 15 سنتيم هو ناعس، ولكن تقريبا يعني والو الروح ما فيهش. انا شي يدير به؟ اشكون اللي احسن يكون عندك الذكر ديالك قد هكا ومزيان الحمد لله وتيتحرك وتيقوم وتيقضي الغرض؟ يعني السيد اللي قال لك الذكر ديالو صغير عنده 3 د الاولاد ويلا زعما سميتو الذكر قايم. ملي قلبته ذكر النيميرو ديال واحد. اذا قلت له الذكر ديال قد هكا؟ قال لي قد هكا. قلت له كافي، انا المراه ما تحتاجش الذكر كبير. وعلاش الذكر دابا تيكون كبير مشكل؟ علاش؟ لان الا عندك كاميو عندما رمورك، يعني السيد اللي قدمنا قلنا لك عندكم الذكر ديالو كبير، عنده الذكر ديالو بحال الرموك يعني كبير. هذا شحال حسك دير له؟ واش دير له 5 لتر ديال المازوت؟ لا، حسو يعني اقل شيء باش يتحرك 50 لتر ديال المازوت. وإلا كان عندك الذكر صغير شحال حسو المازوت؟ 5 لتر تكفيه باش يتحرك ويمشي بها 70 80 كيلومتر. نفس الشيء ملي تيكون الذكر كبير مشكل في حد ذاته،
لانه حسوا الدم بزاف، حسوا ليسونس بزاف، حسوا المازوت بزاف باش ينتصب. على اي حال هو يعني ما خلى ما دار من التحاليل، هذه سبعه واش قال لي نرجع للطبيب، انا رجع للطبيب قال لي ما خلى ما شاف، مسكين ما خلى ما شاف من الاطباء، ما خلى ما دار من التحاليل في المغرب وفي اوروبا يعني وفي الانترنت، وما خلى ما شاف من الفقهاء، وما خلى ما شاف، يعني سميتو الراجل ولا الليل ونهار ما عنده شغال، حسوا الذكر ديالو يقوم ولكن ما كاينش. وفعلا مع الدم لم تيكون شي راجل بحال السبع وبحال الغول يعني كما تيقول، والذكر ديالو فعلا الذكر ديال الغول، ولكن المشكل ديالو قال لي ان الذكر ما تيتحركش، دار جميع الادويه المنشطات الفياغرا الصداع كذا والو، قال لي تينوض شي شويه الله تيهز الراس وعاوتاني يعني تيسميتو تيموت. اذا يعني مشكل في حد ذاته. تحاليل داروا في اوروبا كل انواع التحاليل، شاف الاطباء المختصين في اوروبا يعني والو، وشاف يعني بعض الاطباء في المغرب والو، وشاف بعض الفقهاء قالوا يمكن كليتي شي حاجه ولا درتي على شي حاجه هو اللي خلاتك هكاك. اذا المشكل ما عندوش السكر، ما عندوش طونسيون، ما تاخذش دوايات زعما عطاو هاد المنشطات هذا والو، يعني مشكل حقيقي. كيفاش غيتزوج راجل اللي ما ذكر مع ما تمشي منتصب؟ ها هو الذكر كبير تيخلع، ذكر ديال الغول، ذكر ديال العود، ولكن يعني علي والو ما فيهش الروح. لان داكشي علاش قلنا صغير وحي فيه الروح حسن من كبير وهو ما فيه روح. هذا هو القصة ذات السنادة اللي حقيقة يعني انا قال لي شوف، قال لي انا طرقت جميع الابواب، قالت الباب ديالك اسي الدكتور منيشو الله يجازيك بخير، شوف فيا الوجه لله، انا ما تجوش في الحياة ديالي على اطار هاد المشكلة، عندي الفلوس، عنده الفلوس، عنده كذا، عنده الصحة، عنده كل شيء، المشكل الوحيد اللي عنده هو الذكر ما تيبغيش يتحرك، والذكر كبير. واش الذكر كبير هو من الأسباب ديال ممكن، ثم من الأسباب كذلك هو على أن الذكر هذا يعني السيد الليل ونهار، خصوصا تيكون واحد قوي 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 قوي، واحد الساعة تضربو بحال تتخطى له الراس يعني تيتصدم، كيفاش كان بحال الغول ورجع والو بحال القط. يعني مشكل. هو كيما قال لي انا ما عندي ما ندير بيه كبير هكا، قال لي اعطيني صغير وحي وفيه الروح احسن لي من هاد المصيبه اللي عندي، وهو يعني بحال الجلد وهل زعما جلده ميت ما عندي ما ندير بيه. على اي حال هو طبعا وقفنا له جميع الادويه وقلت له ما حسك تشوف اي نوع من الطبيب، وما تدخلش الانترنت، وما ديرش العاده السريه، وما تفتش فيه، وما تقلبوش، وما تجبدوش، فهمتي، ما تبقاش تراقب، حيت كان عنده ديما انتصاب صباحي، قال لي كان بحال سميتو، هو فعلا الذكر ديالو ناعس ولكن كبير بحال الغول، ولكن يعني كما قال لي انا كنت بحال يعني الكلب المسعور، كان يجي يشوف وحده صلات على النبي يعني تيطير عليها وكذا. على اي حال لان الا كنت تتفكر دائما في الذكر ديالك وتصدمتي هذه الصدمه هذه هي قدر ما ينوضش، هذه من الاسباب. اما الامراض اخرى ما عنده لا امراض لا والو. من الاسباب الاخرى ربما الذكر ديالو كبير بزاف، هو يعني حصو الدم بزاف، حصو المازوت بزاف، حصو ليسونس بزاف باش عاد يتحرك، وهذا مشكل توا في حد ذاته. اي حال عطينا بعض الادويه، عطينا بعض النصائح، نتمنى على الله بعون الله سبحانه وتعالى وباذن الله على ان يعني الروح ترجع فيه، يعني حتى هو يتزوج بحاله بحال الناس ان شاء الله باذن الله. إذا نتمنوا على أنكم فهمتوا هذه الحالة هذه، تمنوا تشاركونا في فيسبوك دكتور بنياشو، في يوتيوب دكتور بنياشو، في انستغرام دكتور بنياشو، في تيك توك دكتور بنياشو، وتمنوا الهدايا ديالكم من تيك توك، لأن حنا تنقوم بواحد الجهد فقط، حنا ما عندنا غرض يعني في الهدايا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا يعني كده. إذا كذلك يعني تنقوم بفحوصات عن طريق الواتساب كل يوم الاثنين على الساعة 10 بالليل إن شاء الله، في الطب النفسي، في الاكتئاب، القلق، الوسواس القهري، الرهاب الاجتماعي، المشاكل الزوجية يعني، والفصام، والاكتئاب ذو القطبين، وزيد كذلك الاضطرابات الجنسية، مرض السمنة، العلاج السلوكي المعرفي، المخدرات والتدخين. رقم الواتساب 0664-00-33-30 أو 0664-00-95-50. إلا كنتي باغي الفحص تقول لي اوكي باغي الفحص كود صيفط ليا، او لا يعني جو فون كونسلتاسيون لا ان تيلي كونسلتاسيون. شكرا لكم.